المسألة دي في 2018 بتاعة البندنج والتورك. كل ما في الموضوع فلافيو هو بيعمل لي ايه؟ مديني الكاونتر شافت ده، مديني عليه يعني قوة في اتجاه واي وقوة في اتجاه محور. برضو دي كلها كانت في واي، المسألة دي كانت كلها في واي، تمام؟ تي واحد تي واحد تي اتنين و1800 و270 في اتجاه محور واي. طيب معظم المسائل، مش معظم، هي كل المسائل دي فعليا هنا هتلاقي التورك بصفر، تمام؟ ولو كان في حاجة بعد دي كنت هتلاقي التورك بصفر. طب هو بيقول لي احسب لي بقى، انا عايزك تحسب لي التورك اللي هنا ده بقد ايه، تمام؟ ده اعتقد اول سؤال. بريس لوكيشن هو ماشي تمام، خلينا نكمل معاه. هو بيقول لي ان التي 1 بتساوي كام؟ 2880 نيوتن، والتي 2 ب 432 نيوتن، تمام؟ تمام. طيب هروح اقول له ديت هنا كده، اسجل الارقام دي هنا 2880 وهنا كام؟ 432. رقم واحد دي مساله ايه؟ معروف من شكلها بندنج وتورك في نفس الوقت. طيب اعمل ايه رقم واحد؟ اروح احسب التورك. طب احسب التورك ازاي؟ بنيجي كده نمثل الشفت ده بالشكل ده، ادي الشفت اهو، تمام؟ اقول ادي نقطه، ادي نقطه ايه؟ ايه بالنسبه لي، صح؟ ودي نقطه او، النقطه الاخيره دي نقطه او. طيب نقطه ايه كان عندها تورك؟ لا مفيش، لا كان عندها، ما هي القوه دي كانت عليها التورك. معلش معلش، تمام تمام حلو. طيب وبعدين اقول له والله تعالى كده، القوه دي بتتضرب، التورك ده مع واحد من التورك عباره عن حاجه من ضمن المومنت، يعني انا عندي اي مومنت بيتقسم لقسمين، جزء منه بيبقى بندنج والجزء الثاني بيبقى تورك، فانا في دي كانت كلها تورك اصلا. طيب ال 1800 بتعبر لي عن ايه؟ عن التورك. اقول له ال 1800 اضربها في البعد العمودي اللي هيسبب لي دوران، ده البعد العمودي اللي بيسبب لي دوران اهو من عند النيوترال اكسس، تديني ايه؟ تديني التي 1. وبرده ال 270 كانت بتسبب لي تورك لما اضربها في البعد العمودي. طب هما الاثنين بيدوروا في نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ دي هلاقيها بتدور كده وال 270 بتدور ازاي؟ عكسها. عكسه. يبقى كده هطرحهم من بعض، يبقى اقول له تمام، يبقى رقم واحد 1800 اضربها في البعد العمودي اللي هو بقد ايه؟ بقطر الشافت ده، قطر الجير ده اسف، واللي هو بيقول لي ان هو عباره عن الدايمتر بتاعه ب 400، يبقى نص القطر في 200، تمام؟ طبعا هو هنا بيشتغل بالمليمتر والحاجات دي، انا بحول الحاجات كلها لوحدات قياسيه، تمام؟ عشان نبقى متفقين، بس مش فارقه يعني، هسيبها زي ما هي عشان انا لما اجي احل هلاقيه بيحل كده. بقول له يبقى التي 1 1800 في 200، بس لسه ده 270 كانت على نفس المكان بالظبط وماشي عكسها، يبقى ناقص ال 270 مضروب في ال 200، تمام؟ تمام. طيب وبعدين اجي هنا احسب برضو التركي، التركي ده كان عند نقطه اسمها بي، اقول له اه ده في نقطه هنا اسمها او اهي، واعمل هنا كده في نقطه اسمها بي. يبقى انا قدرت احسب الاول التركي رقم واحد اللي هو 1800 في 200 ناقص 270 في 200، اعمل ايه؟ اروح ممثله كده. طب هو هيدور مع ولا عكس؟ اقول له تعالى كده، ده واضح ان ال 1800 هتغلب، يبقى هيدور عكس عكس. عقارب الساعه. فاجي هنا امثله انه بيدور عكس عقارب الساعه، عند نقطه ايه؟ عكس عقارب الساعه، واجيب واحط القيمه بس اللي انا طلعتها، يعني 1800 ناقص 200، 1800 في 200 ناقص 270 في 200، هتشوف بتطلع قد ايه كانت، هنشوف دلوقتي، واحط القيمه. عند نقطه بي نفس الفكره، هاجي تي 1 ب 2880، تمام؟ والتي تمام 2 ب 432. طيب اروح اقول له ال 800 اللي هي 2880 دي اضربها في القطر، نص القطر اسف، فنص القطر يبقى قد ايه؟ ب 250 على الاثنين عشان ده الدايمتر. بقول له يبقى 2880 في 125 ناقص ال 432 في 125، واحط قيمه التورك اللي هنا. طب انا ليه حطيته في الاتجاه ده؟ والله واضح ان 2880 دي اكبر فهتغلب. تمام طيب انا كده مثلت التورك؟ اه. قال لك روح بقى ارسم لي رسمه التورك اللي هو اللي هو بيتقال عليه ايه؟ الدياجرام بتاع التورك. اقول له والله عند المنطقه دي هيبقى بصفر، عند من اول او لحد البي، واجي من عند البي الاقيه بيلف ايه؟ مع ولا عكس عقارب الساعه؟ مع عقارب الساعه، يبقى سالب، يبقى تمام اتجاهه سالب. واجي عند الايه، دنيني ماشي 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 لحد ما اوصل للايه، ما كانش فيه ولا تورك تاني، لما اوصل للايه بقى هيعمل ايه؟ هيقفل لي. بس يعني انت عايز تقول لي ان التورك عند الايه هو هو التورك عند البي، بس واحد هيبقى موجب واحد سالب عشان يرجع تاني للصفر، تمام اتفقنا؟ بس ده كل اللي بيحصل في التورك. دي كده خلصنا من رسمه التورك. طيب هو بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي ديترماين ذا بريس لوكيشن اوف الكريتيكال ستريسز اليمنت. هو بيقول لي من الاخر كده ارسمها لي نفس الفكره اللي كانت موجوده في 2019، ارسمها لي، ارسم لي رسمه البندنج وطلع لي فين اكبر بندنج مومنت هنا. احنا حسبنا ايه؟
التورك. طب حسبنا البندنج، قال لك لا ما حسبتش البندنج. قول لي عليك بتعمل ايه؟ هتلاقي في قوه هنا في اتجاه محوري، القوه دي اتجاه محوري الواي، والشافت ذات نفسه موجود على محور الاكس. حلو، يبقى كده عندي اكس واي. ماشي جميل. حلو، تاني تعال نجرب. لو كان في قوه هنا كده وهنا كانت بالشكل اللي هي عليه ده، حلو، يبقى كده، يبقى كده في قوه عندي في اتجاه محور زد زد، يبقى انا عندي والشافت ذات نفسه على محور اكس، يبقى اكس زد. حلو، لكن هنا كانت في قوه على محور، هنا القوة، هنا القوة واي واي، يبقى في اكس واي عشان الشافت ذات نفسه على اكس ودي واي. حلو، تمام. يبقى انا لو عندي مساله، لو افترضنا ان في مساله ثانيه ما كانش في قوتين تي 1 تي 2 وكان عندي قوتين بالشكل ده، يبقى انا كده عندي كم محور هترسمه؟ اثنين اكس واي واكس زد. لكن في المساله دي لان هم كلهم على واي، يبقى كده عندي كم محور هترسم؟ اكس واي بس. اكس واي بس. احنا حسبنا التورك في الاول، حسبنا التورك. جميل، حلو، نروح نعمل ايه؟ قال لك تعالى ادي اكس، ادي محور اكس اهو، وادي محور واي. تعالى بقى نشوف في كام رياكشن عندي على محور واي. رقم واحد، هنا في قلنا ثلاثه رياكشن صح؟ ادي سي زد سي واي سي اكس. جميل، ماشي ماشي. هنا في كام رياكشن؟ ثلاثة، سي سي او او زد او اكس او واي. هاخد انا واحد فيهم؟ هاخد اللي على الواي. ولو جيت تقول هاخد اللي على الاكس، المفروض تاخد معاها اللي على الاكس. بس مش لازمني في حاجه يعني. تمام. انا المفروض اعمل كده اصلا، المفروض اعمل عندي ان في سي اكس وهنا يبقى في او اكس، بس مش لازمني في حاجه. هتيجي تحسبهم هتلاقيهم هما الاثنين ما بيطلعوش اي حاجه، والمفروض ان هما كلهم بيساوي صفر اصلا. السي او اكس بما ان مفيش حاجه هنا يبقى بيساوي صفر الاثنين. طيب، فروح جاي عند الواي اقول في قوه، افرضها في اي اتجاه ما يفرقش معاك الاتجاه. وعندي السي اقول في قوه، افرضها باي اتجاه ما يفرقش معاك الاتجاه. طب عشان احل دي بعمل ايه؟ اقول سيجما المومنت حوالين محور او بيساوي صفر. تمام. طيب، لما قلت سيجما المومنت حوالين محور او بيساوي صفر، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان والله ال 300 اللي هي 3112 دي، طب ال 3112 دي صحيح عباره عن ايه؟ ايوه، دي جت منين؟ اقول له عند نقطه بي، ماشي، عند نقطه بي كان عندي قوه اسمها 2880 صح؟ دي حصل. ايوه ايوه، جميل. وعندي قوه ثانيه برضو عند نقطه بي بتعبر لي عن 432، والاثنين اتجاههم لاعلى. فراح جاي هو قال لك عند نقطه بي عندي قوه 2880، وعندي قوه ثانيه كانت عند نقطه بي برضو عباره عن 432. واحد يقول لي طب ازاي اصلا وديت بعيده عن نقطه بي؟ اقول لك وقعها على نقطه بي عادي، والله انت بتجيب محصله بس، فحط الايقاع بتاعك على نقطه بي عادي. فانت لو جمعت الاثنين دول اللي هم اللي عند نقطه بي هيدوك الايه؟ لحظه، هيدوك ال 3312. طب عند نقطه ايه؟ هتلاقي والله في قوه الاسفل 270 وقوه الاسفل 180 1800 اسف. تجمعهم الاثنين مع بعض وتحطهم لاسفل هنا. دول لازم تحطهم باتجاههم طبعا، مش هنا يعني الفرض، انت يعني القوه اللي مش موجوده عندك اصلا هي اللي بتفرضها. تمام، تمام. طيب، هتجيب سيجما المومنت حوالين الاو 300 من على الرسمه بقى. انا عارف ان البعد ده من الرسمه اللي فوق كانت ب 230، والبعد ده ب 280، والبعد ده ب 300 من على الرسمه اللي كانت فوق. تمام. اقول له 3312 مضروبه في البعد العمودي. ماشي. زائد الار سي مضروبه في ال 280 زائد ال 230 زائد معادله، معادله في مجهول. طلعنا خلاص الار سي، طلعنا الار سي. جميل، تعمل معادله هنا ثانيه في مجهول كمان. ماشي ماشي. او تجيب بسيجما الاف واي بقى، ما انت طلعت الار سي خلاص، عدله عندك معادله واحده، فسيجما الاف واي بتساوي صفر صح؟ ممكن برضه استخدم الاف واي ولا اللي تحت واللي فوق عكسهم وخلاص. طبعا احنا ليه بنعمل دايما بسيجما المومنت في الناحيتين؟ عشان سيجما المومنت لو انت طلعت دي غلط تمام، دي هتطلع معاك صح يعني، على الاقل تطلع حاجه فيهم صح. لكن اف واي لو انت مطلع دي غلط الثانيه هتعتمد عليها، هتبقى غلط برضه، هتطلع غلط يا جماعه. تمام. جميل. طيب بعدين قال لك ايه؟ قال لك هل انا كان عندي قوه في الزد؟ حاول تفصل معاك عشان بس عملت دوشه. هل انا كان عندي قوه في الزد؟ لا، ما كانش عندي اي قوه في الزد. قال لك جميل، عايزين نرسم بقى معادله المومنت. قال لك تعالى نعتمد كده نفتكر الاستراكشر بسرعه. احنا عايزين نرسم معادله الرسمه بتاعت المومنت. المومنت يقول لك ايه الاستراكشر؟ يقول لك تعالى عند النقطه دي في مومنت. افتح افتح المايك دلوقتي او شيله وحطه مثلا عشان البتاع ده. ماشي، شيل المايك وحطه كده عشان الدوشه. طيب كده يقول لك ايه؟ كده لا مفيش. تمام. طيب يقول لك ايه الاستراكشر عند النقطه دي؟ يا تحسب المومنت بعد النقطه يا تحسبه قبل النقطه. لو جيت حسبته ووقفنا كده قبل النقطه بشويه،
عايز ابص ان في مومنت، هل في مومنت؟ لا مفيش، يبقى بصفر، يعني مفيش ماشي. اي قوه تسبب لي مومنت، يبقى بصفر. تمام طيب نيجي عند دي، نقف يا قبل يا بعد، اجي اقف فين؟ هقف بعد هنا كده، في اي قوه تسبب لي مومنت؟ لا مفيش، يبقى بصفر. احنا خلصنا من نقطتين كده. طب في نقط تانيه اقف عليها؟ قال لك اقف عند السي، يا تقف قبلها بشويه يا بعدها بشويه. قبلها بشويه، بص بقى كده، في قوه تسبب لي مومنت؟ اه، في 2070 هضربها في 300، اضرب 2070 في 300 هتطلع معاك بقوه معينه ايا كان. حلو. طيب المومنت ده بيلف ازاي؟ هتقول له بيتعمل كده. طيب احنا بنرسم فين؟ قال لك بنرسم، يعني المومنت مش ده كده بتلف في الاتجاه ده، وقيمه المومنت لما وقفت قبل السي اهو هنا كده، لقيت ان انا عندي 2070 دي القوه بس. طب والبعد العمودي اللي عن السي بال 300، انت تمام. فاهم القصد؟ طيب ايوه حلو. قال لك ايه؟ بتيجي تمثل المومنت اهو. طب بنرسم مع راس السهم ولا مع الديل؟ في مع الاستراكشر الراس كان مع كده. الديل. اه، احنا السنه دي بنرسم مع الراس. قال لك بتروح موصل ما بينهم كده اهو. طبعا ده خط خفيف بس عشان ايه؟ ابين لك ان دي نقطه سي، يعني انا بحاول ابين ان دي المنطقه اللي عندها السي. طب عند ماشي. البي قال لك يا تقف وقيمتها اللي هي 2070 في البعد. في 300 بالظبط. قال لك عند البي تمام. قال لك يا تقف قبل يا تقف بعد. لو جيت وقفت هنا هلاقي نفسي بحسب قوتين، بحسب المومنت بقوتين. طب ما انا لو وقفت بعدها اقف فين؟ في الحته دي احسب المومنت لكام قوه؟ قوة واحدة. اللي هي ايه؟ رد الفعل اللي جبناه. الرد الفعل اللي احنا جبناه. هنضرب رد الفعل ده في 230 هيديني قيمه معينه. رد الفعل هشوف، يعني هشوف بس عايز اشوف الشكل عشان نعرف ايه يعني نتعامل. قال لك ايه؟ ادي الصفر زي ما قلت لك، وادي الصفر، ورد الفعل كان ب 3036، فاكبر بكتير من هنا. تمام؟ وطلع لي قيمتين فعلا وبيوصل بينهم بالمسطره بس. فيها اي حاجه دي؟ لا يا باشا ولا حاجة. خلاص كده احنا خلصنا. طب وبعدين بعد ما خلصنا عملت ايه؟ قال لك انا كل اللي عملته جبت المومنت عند نقطه بي والمومنت عند نقطه سي، صح؟ اللي هي المومنت عند النقطه دي والمومنت عند النقطه دي. اتزنقت هاتهم من على الرسمه اللي انت لسه حاسبها. تمام. ما فيهاش اي حاجه خالص دي. قال لك طب فين بقى المومنت؟ هو بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي السؤال ايه، عشان برضو هو المشكله في الرسمه، المشكله في السؤال ده، السؤال بتاعه نفسه. بيقول لي احسب لي النقط اللي عندها البريس لوكيشن، اللي هي قصده يعني اقصى نقطه، النقطه اللي عندها اقصى اجهاد. تمام؟ طيب الاجهاد هنا جاي من المومنت، صح؟ حلو. الاجهاد ده اللي هو الاستريس جاي من المومنت. طب جاي من المومنت ده فين النقطه اللي عندها اقصى اجهاد؟ والله هي النقطه اللي عندها اقصى مومنت. ليه؟ لان القانون بتاع الاجهاد اللي بيجي من المومنت كان عباره عن ام، صح؟ في واي ايوه باي على على الاي. جميل. تمام. لما يكون ام في واي على الاي، لو الام دي زادت مش ده هيبقى اقصى اجهاد عندي؟ زي حلو. يبقى انا لما يبقى عند 698.3 ده اكيد هيبقى اقصى اجهاد اهو. هتقول لي ده الاشاره سالب فالمفروض دي اقل من دي. هقول لك لا، احنا ما بنعتمدش الاشارات السالب دي. الاشارات السالب دي بتعبر عن اتجاه بس، الشكل اللي هي مع عقارب الساعه ولا العكس، مش فارق معايا. تمام. طيب يبقى اقصى اجهاد عند مين؟ طلع عند 689. هو انا كنت لازم ارسم الرسمه دي اه عشان بس دكتور عبد الله مش اكتر، لكن انت فعليا كنت ممكن تبص هنا وتلاقي ان المومنت بالشكل ده خلاص، لكن عشان دكتور عبد الله بيحب الرسومات حاول ترسم على قد ما تقدر الحاجات اللي تبانك ان انت فاهم يعني. تمام. طيب التورك انا حاسبه لك في الاول وقال لك يتحسب ازاي. هنا طلعت ب 306 وهنا 306 بالظبط. ليه؟ لان انا قلت لك التورك بيتجمع من على الثري دي زي ما هو. هتشوف دي بتلف ازاي ودي بتلف ازاي ودول بيلفوا عكس بعض. تمام. وبيلفوا عكس بعض كلها، دي ازاي ودي ازاي وهكذا. في حاجه، في مشكله في التورك بجد؟ لا لا والله، بامانه لا لا والله ما فيش. مش هي اللي هي القيمة الأكبر بتطرح منها التانية وخلاص، لو هما في نفس اه الاتجاه بالظبط، لو عكس وتضربها في بعض الار. قصدي، اه ولو مع وتضربها بعض في الار بنجمعهم مع بعض وخلاص. بالظبط كده. تمام. قال لك ايه السؤال الثاني؟ بيقول لك احسب لي الماكسيمم شير ستريس. بيقول لك معلش معلش، بيقول لك من الماكسيمم شير ستريس احسب لي ايه؟ احسب لي الفاكتور بتاع السيفتي فور الشافت. احسب لي الفاكتور الاف او سي من نظريه ايه؟ الماكسيمم شير ستريس. هل انت ذاكرت الشابتر اللي هو بتاع الفيلير؟ جميل حلو. طيب يبقى من الماكسيمم شير ستريس هنحسب ايه؟ من النظريه بتاعت ماكسيمم شير هنحسب الفاكتور اوف سيفتي. طب ايه النظريه بتاعت ماكسيمم شير؟ كانت بتقول لي ايه؟ كانت بتقول لي والله ان انا بشتغل على تاو ماكسيمم، دي رقم واحد، تاو ماكسيمم، صح؟ حلو. طب هو تاو ماكسيمم ده عند انهي بتاع؟ هقول له والله من الاخر انا التاو دي، التاو اللي عندي بتيجي نتيجه التورك، صح؟ هل انا عندي قيمه للتورك غير 306؟
ما فيش غير 306 اصلا. فالتاو هي قيمتها عباره عن التي في الار على الجي، صح؟ تمام، ده كان قانون. تمام، بيقول لي احسب لي بقى التاو من قانون من النظريه بتاعه التاو ماكسيمم. كانت بتقول لي ايه النظريه بتاعه التاو ماكسيمم؟ بعد ما تجيب التاو ماكسيمم، فالتاو ماكسيمم كانت بتساوي ان هي تطلع اقل من او تساوي سيجما ييلد، صح، على 2 في الفاكتور اوف سيفتي. وقلت لك لو ما كانش مديك الفاكتور اوف سيفتي بتعمل ايه؟ بتحطه له بواحد. لكن هو هنا مديك ايه؟ مديك حاجه اسمها ان الييلد سترينث، اعتبر ان سيجما الييلد بتاعتك ب 250 ميجا باسكال. يبقى انا اقول له والله 250 تمام مقسومه على الاثنين هتديني 125، صح؟ يبقى هتطلع الطرف ده كله عباره عن 125 مقسومه على سيجما، مقسومه على الفاكتور اوف سيفتي. ماشي، الكلام ده كان لازم يطلع يكون اكبر من الايه؟ التاو ماكسيمم اللي عندي. هو المفروض ان هو على الرسمه يعني. افتح فاينل ده وبص عليه. كان هو غالبا ماشي يعني حاط او دخل ملهوله مش هو. لا مكتوب على الرسمه اهو في النص اهو جنب السي. ايه تمام جنب السي. حلو، يبقى هو بكام؟ الار بقد ايه؟ ب 30. احنا قلنا للاسف الدايمتر ممكن يطلع الدايمتر كمان. استنى ما اتاكد هو ايه. مديني 30 ملم دايمتر. دي اي دي معناها دايمتر. تمام؟ تمام. حلو، اقول له التي في الار على جي يبقى 16 في في التي في الار على جي، بنمشي بيها واحده واحده او نقول ان هي كلها بتساوي ايه؟ 16 تي على الباي دي تكعيب. كان ده قانون ثاني بس احنا عامه هنعوض بالقانون الاساسي. التي بقد ايه؟ حسبناها ب 306. تمام. طب الار اقول له بقد ايه؟ عباره عن ال 30 على 12 فيها ال 15 على الجي. تحسب، تروح تحسب له الجي اللي هي كانت باي على 32، صح؟ في الدي اس 4 اللي هو ال 30 اس 4، صح؟ وتروح تعوض بالكلام ده. هو هو نفس قيمه ان انت تقول 16 تي على باي دي تكعيب، بس عشان ما اقعدش احفظ ناس قوانين كتير فهمت هو قانون واحد وخلاص تعوض بيه. ماشي. طيب طلعت لي معاك قيمه التاو اكس واي. تمام؟ حلو. تمام. وانا كنت حاسب سيجما الماكسيمم. سيجما عند المومنت الماكسيمم. قال لك ايه؟ قال لك ناقصك انك تشتغل بالستريس ترانسفورميشن. نستغل احنا بنطلعها دي اسمها تاو اكس واي عاديه جدا. تعمل ايه؟ تخش على شابتر الستريس ترانسفورميشن. هو ده المساله دي رخمه في الحته دي ان انت تقعد تلف كتير. تخش على شابتر الستريس ترانسفورميشن. هتجيب ايه؟ هتجيب سيجما 1 و2 اللي هي كانت سيجما الماكسيمم. ده كان القانون بتاعها. سيجما اكس زائد سيجما واي على الاثنين زائد او سالب نص. المفروض سيجما اكس تخليها مره على الموجب ومره على السالب عشان اطلع الواحد. جميل. تحط ايه؟ قال لك سيجما واي بس تحطها بصفر. ليه؟ لان هي كلها السيجما اللي عندك كلها متركزه على الاكس، مفيش سيجما في الواي. تمام؟ تمام. دي فيها مشكله بالنسبه لك ولا لا؟ لا. تاني، ليه مفيش سيجما على الواي؟ بمنتهى البساطه هترجع للرسمه تقول هو انت في عندك اي قوه هنا تسبب لك مومنت على محور واي؟ يعني هل القوه دي طلعت بتوازي محور واي، صح؟ بتوازي. ودي طلعت بتوازي محور واي، ودي هتقطع محور واي، ودي قلنا هتقطع محور واي، والاف زد ذات نفسها تطلع بصفر. ليه؟ لان مفيش قوه تعكس اف زد عشان اسويها بيها. يبقى كده ايه؟ المومنت اللي على الواي كله بصفر، مفيش اي قوه تسبب لك عزم على الواي. يبقى انا كده ما عنديش سيجما واي. سيجما واي بصفر. سيجما واي بصفر. احط سيجما واي بصفر وصفر. اطلع سيجما واحد باتنين بقد ايه؟ طيب منها اروح اعوض اجيب التاو ماكسيمم. التاو ماكسيمم عند التاو ماكسيمم في عند اللحظه اللي فيها سيجما، اللي هي في اللحظه اللي فيها سيجما واحد واتنين، قال لك بتساوي سيجما واحد ناقص سيجما اتنين على الاتنين. هتروح تحسب التاو ماكسيمم. من هنا هتحسب التاو ماكسيمم. قانون التاو ماكسيمم كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي خد الحته دي بس. صح؟ كنا بناخد الحته دي. هتروح تحسب الحته دي عباره عن نص في الجذر التربيع الاكس تربيع زائد 4 تاو اكس واي. لحظه اما اجيب على حاسبه عشان احسبها لك. بقول له قانون النص، يعني النص اللي قبل الجذر دي جابها منين؟ ما جابش. سيبك من ده، معلش انا اسف. انت هتروح تجيب تاو ماكسيمم. تاو ماكس القانون بتاع تاو ماكسيمم كان قد ايه؟ النص اللي قبل الجذر. انا بتكلم ان انا المفروض كانت على الاثنين. احفظ القانون اللي هو بتاع التاو ماكسيمم اللي انت حافظه. خليك على اللي انت حافظه. سيبك من هو برضه هنا بيقعد يحور كتير في القوانين. ماشي تمام. احفظ القانون اللي انت كنت حافظه. هو هو سيجما اكس ناقص سيجما واي على الاثنين. أيوة على الاثنين بس. زائد بس دي مش 4 بقى. دي كانت تاو اكس واي تربيع. تاو اكس واي تربيع بالظبط. الاثنين واحد. القانونين واحد بس هو بيقعد يحب يستنتجوا قوانين كتير مش عارف ليه. طيب تعال نحسبها. طلعت التاو ماكسيمم طلعت بقد ايه؟ بواحد 4 3 بوينت 8، صح؟ تمام. هقول له الكلام ده لازم يكون اقل من او بيساوي مالها؟
سيجما اللي قلنا سيجما ييلد اللي هو مدهاني كان سيجما 200 ييلد سيجما ييلد على فوق 2 قد ايه؟ على 2 في سيجما ييلد كان مداني لما 270 حسبتها باين ب 105 اه كانت 250 250. وقسمتها على الاثنين فطلعت لي 125 على الفاكتور 50. القانون ده فيه مشكله؟ لا اروح نازل هنا القيمه اللي انا طلعتها اللي هي 143 دي بوينت 8 لازم تطلع اقل من او بتساوي اللي هي كام؟ سيجما ييلد على الاثنين اللي قلنا 125 على الفاكتور 50. طيب الفاكتور سيفتي في اسوأ حالاته قال لك بنعمل ايه؟ احنا عمرنا بنحل متباينه، فانت خلي الاقل دي هيساوي خليها ايه عند حاجه اللي يساوي بالظبط كده. اطلع الفاكتور ماشي سيفتي بقد ايه بقى؟ ماشي 125 على 143. اقسم قول واحد ماكسيمم شير. لا هو في الماكسيمم شير كان ايه؟ لا كان سيجما واقع على الاثنين، هو مديني سيجما ليل دي فعلا الغباء ده. تمام ماكسيمم يا اما بالتو واي اللي على الفاكتور اوف سيفتي، بس هو مش مديني في السؤال ده تو واي. هو قال لي دي اسمها ايه؟ لو عندك اليلد ستر اوه مع بص بص هو حتى في الامتحان عاملها لهم ايه؟ مظللهم عليها بالاسود قوي. ده اليلد سترينث صح؟ فين بقى؟ في الشير في الشير اللي هي ايه بقى؟ اللي هي التاو ماكسيموم اللي اسف اللي هي تاو واي تاو اليلد. اليلد سترينث لو كان 1000 في الاسترس كنا هنختار ايه؟ دي في الشير تاو واي تمام؟ طلعت التاو ماكسيموم حلو، تروح تعمل ايه؟ تقول والله اللي هو مديني المره دي التاو ييلد. فلما تكون تاو ييلد بناخدها ايه؟ بنقسمها على الفاكتور اوف سيفتي بس، ما بنقسمهاش على الاثنين. فمعلش هناخد ال تمام 250، لو جيت تاخد ال 250 هتقسم على ال 1 4 3 بوينت 8 1.38 مش فارقه. مش فارقة عشوائي طيب تعالى بقى مساله ثانيه، تعالى المساله دي. المسألة دي اللي هي جت في 20 جميل في 19 ولا في 19 عند القوه هنا دي في اتجاه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم دي في اتجاه الزد حلو، واعملها والمحور والبتاع الشفط على ماشي ماشي والشفط على على الاكس محور على اكس، الاكس يبقى انا كده عندي ايه؟ يبقى انا عندي مبدئيا اكس زد حلو القوه دي في اتجاه الواي يبقى انا عندي اكس اكس واي جميل الشفط كده عرفنا هنعمل ايه. حلو رقم واحد قبل انا بس ده بقى جهز لك في دماغك، بعد كده تعالى بقى رقم واحد قبل الكلام ده بنعمل ايه؟ الترك عشان خفيف. الترك بعمل ايه؟ ادي 6 ناقص 2 عشان هتلف عكسها والاثنين هيدوروا كده صح؟ هديني كام؟ 6 الاثنين ناقص 2 هيدوروا بره معاك ماشي بأربعة هديني 4 في البعد العمودي اللي هو نص البعد قطر العمودي اللي هو نص الجير. القطر جير مش الشفط ها؟ الجير ده أيوة أيوة بكام؟ 150، 4 في 150 سبعة اديني وخمسين 600. خمسة وستة 4 في 6 ناقص 2 ب 4 في 150 اديني 600. طب ودي بقد ايه؟ بترك عليها ب 600 برضه. هي لازم تتصفر. ليه؟ عشان هم سايبين هنا ان الحته دي تدور براحتها، فلازم من عند الحته دي للحته دي يديك صفر. تمام؟ تمام طيب، قال لك تعالى بقى نمثلها، هنمثل الترك بسرعه. ادي السي وادي الدي وادي النقطه اللي كانت في الوسط، مش فاكر هنسمي دي اسمها ايه ودي بي اه، دي ايه اسمها ودي بي. بي ماشي، وادي البي. طيب الترك كان هنا ب 600 بيدور معاه ولا عكس؟ هقول له والله هنا كان القوه 10 دي اللي هتغلب صح؟ فهيدور العشرة بيدور اللي معاه هتغلب هيدور معاه هيدور معاه. طيب لما يدور معاه انا جاي من على ايدي الشمال وبيدور معاه يبقى سالب تمام وكمل وتقفل لحد ما تقفل، وهي كده كده هتديك 600 وانا مش هيفرق معاه الاشاره في الاخر هم ماشي كلهم ب 600. طيب وبعدين اجي اقول له بقى تعالى نقسم التقسيمات بتاعتنا، احنا قلنا على اكس زد تمام، اروح اعمل له دي محور اكس اهو كده كده نايم على الارض والزد الاعلى. طيب هتقول لي ايه؟ ماشي هقول لك رقم واحد القوه دي في اتجاه محور زد ولا القوه دي في اتجاه محور زد ولا في اتجاه محور واي؟ القوة دي في اتجاه الزد كانت عند انهي نقطه؟ كانت عند النقطة بي حلو اجي عند نقطه هنا اسميها بي واقول له في قوه فعلا في اتجاه، انا مسمي ده زد اهو، واقول له في قوه فعلا في اتجاه محور زد مقدارها قد ايه بقى؟ 2 زائد 6 الزائد اه ما هما الاثنين في نفس الاتجاه، هما الاثنين في نفس الاتجاه بالنسبه لدي خلاص تمام ما ملهاش الاثنين دي في علاقه اتجاه بالتصفي معلش في اتجاه الترك دخل معايا في الحوار احنا فمعلش بنجيب التركي بس في الاول كده اللي هو بنستطعم ببقنا وبعد كده اي حاجه ثانيه هتحسبها براحتك. يعني التركي ده عشان ماشي هو ما فيهوش حاجه فعدي فاهم، انسى التركي بقى. تمام طيب ادي الثمانيه وصلت ان دي 8 في قوه عند بي مقدارها 8 في الاتجاه ده. طيب ال10 وال4 دي فيها ليها ترك؟
اسف لا دي قوه في اتجاه، اسف لا دي لما قوه في اتجاه، مش في اتجاه الزد فمش هناخدها خلاص مثلا. يبقى مش هتاخدها المره دي. جميل، في ماشي قوه عند الدي، قال لك اه لازم يكون في رياكشن، هاخد انهي واحد فيهم اللي في اتجاه الزد، يبقى عندي نقطه دي هنا كده احط ان في رياكشن في اتجاه الزد، اخده فوق ولا تحت افرض براحتك انت حر. اف دي ماشي طيب هنا في قوه عند الـ عند السي، اه في قوه عند السي يا معلم، عندنا الزد برضو عند السي. يبقى اف سي طبعا نسمي دي زد كده ودي زد عشان ايه ما ننساش، ما ننساش ان دي القوه اللي في الزد اصلا. طيب ماشي نعمل ايه بقى؟ قال لك نجيب سيجما المومنت عند السي، صح؟ تمام. لما اجيب سيجما المومنت عند السي هطلع اف دي زد. هنطلع الاف دي زد. طب ولما اجيب سيجما المومنت عند الدي اطلع اف سي زد. واحد يقول لي طب ما اعملها من سيجما الواي، هي هي سيجما اف اكس، سيجما الاف اتجاه الزد، اسف سيجما الاف زد بتساوي صفر، صح؟ هي هي اعملها بالمومنت وخلاص وراح دماغك. تمام. يبقى انا طلعت القوتين دول. جميل جدا. بعديها احنا قلنا ان في برضه اكس ايه، قلنا في اكس واي، انا فاكر كان في اكس هنا وكان ايوه في ايوه قوه في اتجاه، يبقى في اكس واي، اروح جاي عامل ادي الرسمه بتاعت الاكس وادي الواي برضه في الاتجاه ده. عند الدي عند النقطه سي في قوه في اتجاه محور واي، اه افرضها لفوق ولا لتحت انت هتفرض بايدك مش فارقه. عند النقطه ايه في قوه في اتجاه الواي، ايه عندنا نقطة كوف اتجاه الواي. والقوه دي معطاه فهتبقى هي باين ان هي مديها لك لاسفل اهو، و4 و10 يبقى كام؟ 14. طب لو كانت 4 دي الاعلى هطرحهم من بعض. تمام. جميل. طيب عندي قوه هنا عندي قوه على البي، القوه دي في اتجاه الواي؟ لا ما لا لهاش يبقى علاقة ما بالواي. خدهاش. تمام. حلو. النقطه اللي عندي دي في قوه في اتجاه الواي؟ في رد فعل على الواي. حلو. الاعلى ولا الاسفل؟ زي ما تحب يا باشا. عملتها الاعلى ماشي، عملتها الاسفل ماشي، كده كده معادله المومنت هي اللي هتحدد لك الفرد ده صح ولا غلط. لو غلط هتقول والله هو كل فيها عكس الاشاره، بس عكس الاتجاه، اسف مش الاشاره، عكس الاتجاه. تمام. حلو. تمام. طيب هو مش كان في قوه عند الدي في اف اكس برضه؟ الدي اه كان في قوه في اف اكس، يعني كنت ممكن احط قوه هنا اف اكس، اه كنت ممكن احط قوه هنا اف اكس، ايوه كنت ممكن احط هنا قوه اف اكس، ايوه نفس الكلام، ايوه بس ملهاش اي تاتين لازمه، هي تمام بعيدا عن ان هي كلها هتساوي صفر ملهاش لازمه، صح؟ طيب تمام نيجي اوكي. نكمل بقى، ننزل هنلاقي قلنا عمل كده اللي احنا عملنا عملناه، ادي الدي زد وادي السي زد وخد اكس زد وادي الثمانيه، ثمانيه بس ما خدش حاجه عند الايه اهو، وبعدين انزل تاني طبعا طلع الدي زد بقد ايه والسي زد بقد ايه. جميل. تمام. انزل تمام. تاني بقى اكمل الاقي خد اكس واي وادي السي واي وادي الدي واي وادي القوه. تمام. سيجما اف سيجما المومنت تطلع السي واي بقد ايه والدي واي بقد ايه، طلع الدي واي بقد ايه والسي واي بقد ايه. دي كلها حسابات عبيطه ما فيهاش اي حاجه. طيب اجي اعمل ايه؟ اجي اقول له والله هو عايز يحسب لي البندنج مومنت، اعملها ازاي؟ قال لك المره دي انا عندي محورين، صح؟ تيجي عند المحور ده كده اهو، النقطه دي عندها بندنج مومنت؟ النقطه اللي على الطرف دي لا ليه؟ عشان لو بصيت ناحيه ايدك الشمال هتديك صفر، مفيش قوه تسبب لك مومنت. على طب اليمين والنقطه دي؟ نفس الكلام. طب النقطه دي يا هقطع المفروض قبلها ليه يعني؟ يا هقطع بعدها. طب المومنت من هنا هيديني ازاي؟ هبقى شكله عامل ازاي في الاتجاه ده، صح؟ القوه دي زد طلعت بالموجب، هو بيفرض صح دايما يعني، الباشمهندس بيبقى شايلنا لهم من المرجع اصلا فالمرجع بيفرض صح. تمام. حلو. تمام. بنرسم معاديل السهم ولا مع الراس؟ هنا بنرسم مع قد ايه؟ مع مع راس السهم. الراس. مع مع راس الراس السهم. هنقطع عادي المفروض الشكل، والله اهو ادي بتاعي، واوصل دي على طول، انا عارف ان دي هتوصل كده من غير ما احسب اصلا، خلاص هو ما عادش تمام فيه، ما فيش نقط تانية تحسب عندها، انا بحسب عند اي نقطة عليها قوة وخلاص. تمام طيب عملت دي طلعت معايا المومنت، ادي ادي اول واحدة طلعت لي المومنت، طبعا بعيد عن ان انت بتحط قيمة المومنت اللي انت حسبتها هنا اصلا، اللي هي بضرب الثمانية في المسافة اللي اللي هي على لا اليمين. الدي زد تضرب الدي زد مش الثمانية، قلنا بنقطع قبلها وبعدها نبص على القوة تمام هتضرب الدي زد في البعد العمودي. ماشي. طيب نيجي على الاكس واي بقى، قال لك هتعمل نفس الحركه تاني بس في الاكس واي، ادي هنا والله خلاص عندنا حافظين بقى على الاطراف هو في صفر. الامتحان انا هرسم فعلا الرسومات دي فوقيها كده؟ اه ترسم، لا مش فوقيها يا عم، انت ممكن ترسمها بعيد عنها شويه يعني، ما تمام. ترسمش فوق منها يعني. تمام. وبعدين قال لك عند ال 14 دي في ايه؟ في مومنت. طب المومنت ده في شكله عامل مومنت. ازاي؟ هو مطلع الدي واي باشارتها مظبوط والسي واي باشارتها مظبوط، احسبها الاقيها السهم كده، يعني هرسم لأعلى ولا الأسفل؟ ما عارف الساعة نرسم فوق. لأعلى بالظبط، هوصل لحد هنا كده وأوصل دي كده.
الرسمه دي السي اختلفت واي معاك اللي حاجه؟ طلعناه. لا لا ماشي طيب اقول له السي واي اضربها فين، او الدي واي ايا كانت تضربها في البعد العمودي. في البعد العمودي. ماشي جميل. طبعا انت المفروض كنا نحط الابعاد بتاعتها بس احنا نسينا. الابعاد دي كان من هنا لهنا 150 صح، فمن عند الدي لحد البي تقول 450 150. و150 حلو، يبقى خليك فاكر ادي 150، ومن عند دي لحد 450 450 لحد الايه، وبعدين 150 صح. 150 تانية. جميل، بس انزل تحت نفس الفكره، تحط الابعاد وتحسب المومنت عشان تعرف تحسب المومنت بسرعه. ادي 150 450، وطبعا سمي النقط كلها، يعني سمي دي برضو دي بي اسف، حتى لو انت مش هتحط عندها حاجه، دي كان اسمها بي، ودي برضو 150. درو بندنج مومنت دايجرام. ماشي حلو، رسم. هو طالب اصلا تقدر ترسم البندنج مومنت دايجرام، فهو الرسمتين دول هم البندنج مومنت دايجرام بالنسبه له. هو عايز، كان عايز التورك في الاول، كان عايز معاهم التورك، التورك دايجرام. فين التورك دايجرام؟ احنا انا خلصت رسمناه اول التورك حاجة من واحنا الاول اصلا. بنجهز المسألة اصلا. اه تمام جميل خلاص. بعد كده بيقول لي ايه، ات بوينت اوف ماكسيمم بندنج، عايز عند النقطه اللي عندها اقصى قيمه في البندنج. دي بقى بتتحسب ازاي؟ هنا بقى الصعوبه في الموضوع ده. قال لك تعالى كده، بص يا معلم، ادي الرسمتين حطيتهم جنب بعض بتوع الايه، المومنت تحت ماشي. بعض هو كده. رسم عكسنا صح؟ ما علينا. هو رسم ماشي، بس الدكتور عبد الله بيحب يرسم مع راس السؤال. تمام، هو ماشي رسم ماشي طبعا، بس لو مشيت في واحده مع الديل، لو مشيت في دي مع الديل تمشي في دي مع الديل برضه، ودكتور عبد الله هيعديها. يعني انت لو عملت مع الديل دكتور عبد الله مش هيقول لك لا. يبقى تكمل كله على الليل. تمام اه تمام، لكن ما ينفعش تعمل واحده مع الرفع واحده مع الديل، عشان كده هتطلع النتائج غلط اصلا. تمام طيب قال لك تعالى بقى، قال لك فين تتوقع انهي نقطه هيكون عندها الماكسيمم بندنج؟ لو افترضنا ان انت عندك 3000 نقطة ايه نقطه، طبعا لا يا ايه، عشان الايه عندها الماكسيمم، يمين يا البي. يا البي بالظبط. طب ايه اللي يحكم لي؟ قال لك انك تجيب لي ما البندنج مومنت عند البي من هنا بقد ايه، وتجيب لي البندنج مومنت عند الايه من هنا بقد ايه. قال لك ده بنحسبه ازاي؟ حاجه من اتنين مالهمش تالت، يا حساب مثلثات يا ايه، هي ترجع تحسبها من الرسمه. طب ازاي احسبها من الرسمه؟ هو مش دي رسمه الاكس واي؟ حلو، رسمه الاكس واي هتروح راجع، تروح على رسمه الاكس واي اهي، فين نقطه بي اهي، اقطع قبلها هي تقطع بعدها صح. ماشي حلو، تضرب القوه دي الدي واي فين، في البعد اللي يوصلك لحد البي، لان اللي قبلها تمام. كان دي واي بس، لكن لو جيت قطعت قبلها، لو جيت تقطع هنا يعني في البي، هتلاقي في قبلها يبقى انا قوتين. مضطر اجيب ال A واجيب ال C اه واي. فهنا ماشي هتضرب ماشي الدي واي بس ال 2.8 من 10 في البعد اللي هو 150. لما تيجي تضرب الكلام ده 2.8 في ال 150 هتطلع لك قد ايه؟ 420. يبقى اقول له تعالى كده على الاكس واي، البي طلعت بكام؟ ب 420. 420 طيب تعالى بقى عند الايه، انا محتاج اجيب الايه فين؟ اقول له انا معايا قيمه الايه كنت هحسبها على الاكس واي، محتاج اجيبها على الايه، على الاكس زد تمام. صح، اطلع لفوق، اطلع فين اكس زد، فين اكس زد، ادي اكس زد. طيب فين النقطه اللي اسمها ايه، ادي النقطه اللي اسمها ايه صح. طيب اروح يقطع قبلها يقطع بعدها، اضرب السي زد في البعد العمودي، بما بدل ما احسب هنا مرتين يبقى سي زد في البعد العمودي. السي زد كانت طالعه معايا بقيمه ايا تكن في ال 150، هقول لك القيمه بكام، 1.6 من 10 في 150، 1.6% 1.6 في ال 150 240. اروح اقول له السي الاي على السي زد كانت النقطه دي بكام، ب 240 كده. اجي ابص بقى على الرسمه كتوتال، اقول له، اقول له تعالى كده، ينفع اقول ان انا هجمع المومنت اللي جاي من الزد مع المومنت اللي جاي من الواي جمع كده جمع رقمي؟ مستحيل، المفروض. لا مفيش حاجه. يعني ما لهمش علاقة ببعض. بتاخد ايه بقى؟ بناخد ايه؟ لا كنا، كان ليهم، كنا بناخد الجذر التربيعي للمومنت ده زائد الجذر التربيعي للمومنت ده. يبقى هنجيب الام ايه توتال، المومنت اللي عند ايه التوتال عباره عن الجذر التربيعي للرقم ده زائد الجذر التربيعي للرقم ده. طب والام ماشي بي توتال عباره عن الجذر التربيعي للرقم ده جذر زائد الجذر التربيع ده التربيعي للرقم ده. للجذر ده. طب هو انت عايز تعرف الطريقه الثانيه بتاعت حساب المثلثات ولا بلاش؟ لو لا لا بلاش، لو هحتاجها ليها مسألة لا لوحدها. لا ماشي هي تعالى. ملهاش مسألة لوحدها، هي طب نفس خلاص، هي يعني خلاص طريقة واحدة يا يعني عم، مش طالبة ماشي. عك قوانين ادي كده كده. 240، تمام ادي 240 تربيع زائد 1680 تربيع، دي بتاعت نقطة ايه اللي هي ايه، 1680، وكنا جايبين من فوق ان هي بكام، ب 240، وناخد الجذر التربيعي للمربع الاولى زائد المربع الثاني صح، طلعت له القيمة دي. تمام طب وعلى البي طلعت فعلا زي ما انا كنت حاسبها ب 420 اهي،
ومن فوق كانت ب960. طبعا دي نيوتن في المليمتر لا هو كان كانت تقريبا دي بالكيلو، فضرب الكيلو في المليمتر خلاها نيوتن في المتر، ايا كان يعني الوحدات هتعرف انت تظبطها. طيب خد الجذر التربيعي ل960 تربيع زائد 420 تربيع، طلع لك الايه القيمة. انهي اللي اكبر بقى، نقطة ايه ولا نقطة بي؟ الاكبر هنا عندنا نقطة الايه، نقطة الايه. يبقى اجيب الاسترس عند مين؟ عند الايه عشان الماكسيمم. ماشي، الف ست او تجين الف الماكسيمم تسعة يبقى وسبعين 609 مضروبة في الار على الواي، يعني مفروض في الواي على الاي. الاي طبعا انت هتعرف تحسبها، عبارة عن اللي هي واحد باي على 64 دي اس 4 صح. خلاص الترك هو عمله اهو، ادي الترك سيجما الماكسيمم حسبها زي ما قلت لك، ضرب في الواي اللي هي 40 على 2، كان القطر ب 40 غالبا يعني، ده اللي خلاه يضرب في 40 على 2. فين كان القطر عندي؟ 40 وحط في اول سطر في المسألة. تمام، ده متر بتاعه 40 بس، شكرا. ال 40 على 2 دي الواي، وقسم على الباي على 64 في 40 اس 4، ده القانون بتاع الاي. تمام. طب والتاو؟ قال لك التاو انا ما عنديش غير ترك واحد اصلا اللي موجود في المساله كلها، اللي هو قيمته كانت قد ايه؟ 600. احنا حاسبين 600. معلش البتاع قلت مني. طيب وبعدين قال لك هو المطلوب الثاني كان عايز ايه بقى؟ كان عايز بيقول لي البرنسبل، بيقول لي يحسب البوينت اوف الماكسيمم بيندنج مومنت، ديترماين البيندنج ستريس، حسبنا البيندنج ستريس عندها، وعايز التورشنال شير ستريس حسبناها، وبيقول لك البرنسبل ده المطلوب الثالث في الموضوع، تجيب البرنسبل ستريس اند الايه الماكسيمم شير ستريس. طيب هعوض في انهي قانون؟ قال لك القوانين المباشره بتاعه البرنسبل. برنسبل ستريس دي اللي هي كانت ايه، كانت سيجما 1 وسيجما 2 صح؟ ايوه كان ليهم قوانين متعوض بيها وتطلع قيمه. طب سيجما الواي هعوض بيها بقد ايه؟ بصفر، عشان عند اللحظه اللي كنا احنا فيها، عند اللحظه اللي احنا كنا فيها ماكسيمم عند الاكس قيمه عظمى خالص عند الاكس، يبقى الواي ما كانتش بتجمع اي حاجه، يبقى بصفر. تمام وخلاص وراح دماغك. او عشان المحور اللي انت عايز تتنيه فعليا، هي المفروض ان عشان الشفط موجود على محور ايه؟ موجود على الاكس. يبقى انت لما تعوز تتني، انت عايز تتني الشفط، لكن لو رحت تتني محور واي انت بتتني الهواء. تمام، ده القصد ايا كان يعني، احفظها ان الثانيه هتبقى بصفر وخلاص. طيب واحد واثنين عوضها بالسالب. طبعا دي برضو نص ومش نص، مالكش دعوه، القانون اللي انت حافظه. فاهم؟ اشتغل بالقانون اللي انت حافظه، هديك نفس الارقام بالظبط. طب والماكسيمم شير، بناخد النص الثاني من القانون اللي هو المفروض برضو اللي انت حافظه، واللي هو هيساوي ده برضو. تمام، بيعمل ايه؟ يطلع الماكسيمم شير. في حاجه تانية ولا اي فنجان؟ خلاص هي خلصت على كده، ما طلبش هنا لا نظريه ولا مش عارف ايه ولا فنجان.